خصك تتعلم كيفاش تسمع الاعضاء الجسد ديالك والجسد ديالك. il faut savoir écouter votre corps. واش الاعضاء تتكلم؟ يعني غريبه هذه القضيه، الاعضاء واش تتكلم؟ واش مثلا المصران تيتكلم؟ طبعا. واش مثلا الا كنت عيان الجسد اش يدير؟ تيكون يعني عيان، ما عندكش راه، ما يعني ما عندكش القوه باش يعني تخرج ودير شي مجهود جبار. اذا شنو خصك دير؟ خصك ترتاح. الا كنتي عطشان تبقى عطشان، لا خصك تشرب الماء. وإلا كنتي مثلا فيك الجوع تبقى فيك الجوع، خصك تاكل. وإلا كنتي ما عندك ما رغبه، يعني مثلا المراه المكتئبه ولا الرجل المكتئب اشنو تيكون عنده؟ يعني مثلا المراه عيانه تعبانه، ما عندها رغبه تخرج، ما عندها رغبه تهضر، ما عندها رغبه تزوز. داكشي من قبل كانت بحال دابا امراه عاديه وتضحك ونشطه وفرحانه وكذا وكذا وكذا، واحد الساعه تتصاب بالاكتئاب. ملي تتصاب بالاكتئاب تيتغير المزاج ديالها وتيتغير الجسد ديالها، الجسد تيكون عيان تعبان. اذا شنو خصك ديري الا كنتي عيانه؟ خصك ترتاح. الا ما عندكش رغبه باش تشوفي الناس مثلا تشوفيهم، لا. الا ما عندكش رغبه باش يجيو عندك الضياف يجيو، لا. يعني لا يكلف الله نفسا الا وسعها، لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت. اذا هذه الايه القرانيه عظيمه. طبعا الانسان يعني يقول الله سبحانه وتعالى الانسان عنده طاقات، ولكن ممكن لك تفوت الطاقات ديالك، يمكن لك تصبري شويه مثلا ولا تصبر، ولكن ممكن لكش تحمل يوم غدا يوم غدا يوم غدا. الا بقيتي تتحملي مثلا اليوم غدا واليوم غدا، اش غيوقع؟ الكاس اللي درتي فيه بزاف الحوايج شنو غيوقع له؟ راه يتكسر. اذا يا اما يتسلط عليك الغده الدرقيه، اما يتسلط عليك شي جلطه في القلب الله يستر، شي جلطه في الدماغ، او المصران الكبير راه يتشد. من تيكون المصران مثلا يعني تيضرب بزاف وكذا وسميتو، الكثير من العيالات شنو تيكونوا؟ تيكونوا تيخبؤوا. سكون ابيل لي ديبرسيون ماسكي. شنو معناتها لي ديبرسيون ماسكي؟ او الاكتئاب المتستير. هضرنا عليه، تتكون المراه مثلا يعني تضحك الضحكه الصفراء، ولكن هي داخليه يعني مقتوله، ما عندها رغبه بعد لا باش تخرج ولا باش تزوز ولا باش تدوش ولا باش تشوف حد ولا باش تهضر مع احد ولا 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 ولا. المهم تتنقلب 300%. اذا شنو خصها دير؟ تسمع الجسد ديالك. الا سمعتي الجسد ديالك ان شاء الله، هذه اول خطوه ديال العلاج. يعني مثلا المراه اللي تكون مكتئبه مثلا حس وتدابز مع راجلها دائما وتبقى عايشه دائما تدابز مع راجلها، الا لا يكلف الله نفسا الا وسعها. اما هذا الرجل يتصلح الحمد لله، اما ما يتصلحش عسى ان تكرهوا شيئا وهو يعني خير لكم. يعني والطلاق ابغض الحلال عند الله الطلاق. اذا ضروري الفو سافواغ ايكوتي نوتر كور. اذا الواحد الا كان عيان خصك ترتاح. هذه القضيه يعني مهمه. يعني علاش الانسان مثلا يعني بحال واحد السيده قالت لي واش يمكن لي نتعايش مع العذاب اللي تنعيش فيه؟ قلت لها لا، علاش تعيشي مع العذاب؟ الا كنتي جاك حريق الراس تبقى عايشه في حريق الراس، خصك تاخذ شي دواء باش ما يبقاش فيك حريق الراس. وإلا كنتي سمينه مثلا والسمونيه داك الجسد ديال بقى يفيض ويفيض ويفيض، يعني يقدر داك السمونيه جاياك من لو ستريس او من اشياء اخرى وراثيه. على اي حال تشوف الجسد ديالك بدا يتنفخ كذا مثلا، او المصران ديالك تنفخ او المصران بدا يضرب، شنو معناتو؟ معناتو راك بونيت با بيان، وحصك تسمع الجسد ديالك وتستعين مثلا، يعني ما تبقاش تستر على المعاناه ديالك. هذه القضيه يعني مهمه. كل ما كنتي عايشه في التستر تضحك داك الضحكه الصفراء وانتي داخله مزقه ويعني وما عندك رغبه حتى في حاجه، هي حسك الناس ما يشوفوك شي مكتئبه ولا وليداتك ما يشوفوك شي مكتئبه مثلا. كاين الا بقيتي هكا يعني ما تسمعيش الجسد ديالك وراه تكتئب اكتئاب شديد. اذا يعني هذه القضيه يعني مهمه. يفو سافواغ ايكوتي نوتر كور، سافواغ ايكوتي نو زورغان. هذه القضيه من اهم الاشياء هي العلاج. علاش مثلا مثلا الا شي واحد مثلا قال لك اللي ما فيه نفع دفع، علاش تتحملي مثلا شي واحد اللي تيأذيك مثلا؟ لا ما تحمليش. الشرجم اللي تيدخل لك الريح شدو واستريح. اي حاجه تتأذيك بعد عليها، ما تشوف ما تخليش داك الريح يدخل لك، حيت الا دخل عليك راه يأذيك. والا اذاك لا بد كما قلنا الا ما هضرتيش فمك الاعضاء ديالك تتكلم، ومن بعد رد صابع بعده امراض عضويه. يعني مثلا بحال لاغيكتوكوليتيس سيراكوماجيك، بحال لو كولون، بحال الجلطه، طونسيون تطلع. اذا لا يكلف الله نفسا الا وسعها. طبعا يعني الحمد لله يعني الصبر مزيان ولكن في حدود، كما تيقول الله سبحانه وتعالى يعني في الحديث يعني الرسول صلى الله عليه وسلم عجبا للمؤمن ولا يكون الا للمؤمن. ان اصابته ضراء صبر فكان خيرا له، وان اصابته سراء شكر فكان خيرا له. طبعا الانسان
الانسان يصبر مزيان، ولكن الصبر في حدود. ما يمكنش تصبري مثلا حياتك كامله وانت تتعذبي وتتكرفسي، ايوا واش من عيشه عندك زعما؟ لا 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 لا. دونك يفو سافوار ايكوتي فوتر كور. هاد القضيه راه مهمه بزاف لكل النساء، لكل الرجال، لكل الاطفال. خصك تتماشى حتى مع الشخصيه، يعني تتماشى مع الشخصيه ولا في نطاق الحدود. إذا كان راجل مثلا يعني تيضربك ويتكرفص عليك وكذا، تبقى عايشه معاه؟ لا. يعني وإلا كان هو بغى شي حاجه اللي انت ما تتبغيهاش تلبي له الرغبه ديالو؟ لا. يعني خصك دير اشنو انت تتبغي، سواء في العلاقات العاطفيه وفي العلاقات الجنسيه في اي حاجه. المهم يعني ما تكلفش على راسك، لان الا تكلفتي على راسك داك التكلف راه تصابي يعني بالكثير من الامراض. إن الأعضاء واش تتكلم؟ تتكلم. الجسد يعني في سواق كوتي بطقه. إذا شكرا لكم، أدام الله عليكم الصحة والعافية، وحاولوا يعني تستمعوا الأعضاء ديالكم والكور ديالكم في سواق كوتي بوزورغان إي بطقه. وهذه القضية يعني سي تخي امبورتون إن شاء الله. رقم العيادة 05-22-26-52، رقم الواتساب 06-64-00-33-30، أو 06-64-00-95-50. إلا كنتي باغي الفحص تقول لي أوكي جو في كونسلتاسيون ولا إن تو لي كونسلتاسيون، وإن شاء الله نتصلوا عليك ولا نتصل على الكاتبة. شكرا لكم، وأدام الله عليكم الصحة والعافية. وما كما قلت، يجب الاستماع إلى الأعضاء ديالك والجسد ديالك. Il faut savoir écouter votre corps et répondre à votre corps.